رجعنا معكم مستمعينا اللحظة، فقرة معلومة قانونية في زمن كورونا، رفقة الأستاذ يوسف الفاسي الفهري محامي بهيئة الدار البيضاء. أهلا بك أستاذ يوسف الفاسي الفهري. اليوم غادي نتكلموا إن شاء الله حول مرة أخرى الأخبار الزائفة اللي كنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المرة يعني طالت المسألة ديال اللقاح. وزارة الصحة أو وزير الصحة بالأمس اللي نفى بأن المغرب حتى الآن يعني ما تسلم حتى شي جرعة من اللقاح، ولكن بعض المنابر وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيكتبوا بأن المغرب حصل على اللقاح. اليوم من ناحية القانونية شنو ممكن نقولوا في هذه المسألة هذه؟ شكرا الأخ فؤاد على التساؤل ديالكم، تحية لك وتحية السيدة والسادة المستمعات المستمعين الكرام. فعلا السيد وزير الصحة في التدخل ديالو البارح يتكلم على حملة وطنية للتلقيح، كيتكلم على واجب وطني، كيتكلم على التمنيع الجماعي، وتحدث كذلك على عدم توصل المغرب إلى حدود اللحظة بالجرعات الأولية في هذه البلاد باش نبداو التلقيح. هذا التصريح اللي خرج به السيد وزير الصحة هو الحقيقة، وهو اللي خص الواحد يستمع ليه. للأسف الشديد هناك مجموعة من الناس اللي كيداولوا أخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مجرمة قانونا، وهذه مسألة راه ديما كنرجعوا لها، ولكن لا بأس أننا نذكروا بمقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة والنشر 88-13 اللي كيعاقب بواحد العقوبة من 20,000 حتى 200,000 درهم، وتقدر توصل حتى 500,000 درهم كل واحد اللي قام بسوء النية بنشر أو إداعة أو نقل خبر زائف أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة اللي كتخل بالنظام العام، ولا تقدر تحدث واحد نوع من الفزع أو وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الفيسبوك إلى آخره، ما نهضروش على أسماء ديال المواقع التواصل الاجتماعي. كذلك هناك مجموعة من الأشخاص اللي كيستعملوا هذه المواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها باش ينشروا هذه الأخبار الزائفة، أو لا كيقوموا بالاقتسام ديالو، كيجيه شي خبر وكيعاود يصيفطو من جهة أخرى. راه مسألة ديال مهمة ديال النشر هو مهنة موكولة لرجال الصحافة اللي تنقولوها وكنقولوها، الصحافة والإعلام اللي كيتحملوا هذه المسؤولية في نشر هذه الأخبار، أو لا السلطات يعني المختصة اللي كتخرج بهذه الأخبار. يعني أستاذ يوسف فاسي الفهري ممكن نقولوا أن الناس الآن اللي كيبارطاجيو بحال هذه النقاط هذو حتى هما يعني غيطالهم نفس القانون اللي غيسرع على هاد الناس غيسرع على هادو. الناس خصهم يتقوا الله في ريوسهم، وبارك علينا غير نتوصلوا بعدا بالأخبار اللي هي صحيحة، لأن بالأخبار الزائفة ولات مضوبلة على الأخبار الفعلية، ما بقيناش عارفين شنو هو الخبر صحيح من الخبر اللي هو كاذب. لهذا خص الناس يتقوا الله في نفوسهم، وما عندهم لا شي بارطاجي واحد الخبر، لأن كاينين سلطات اللي كتعرف اش كدير، وكاين منابر إعلامية اليوم سمعية بصرية مرئية إلكترونية اللي كتداول الأخبار الفعلية، وكيكون عندها الخبر تيجيبوه من المصدر ديالو. إذن هادو مسائل مجرمة قانونا، واليوم السلطات القضائية باش الناس ما يعرفوش راسهم راه أنهم ما متبوعينش لأنه كيدير واحد بسودونيم، اليوم راه بالرقم الهاتفي أو لا بالبريد الإلكتروني أو لا بالعنوان الإلكتروني إي بي يمكن السلطات يعني القضائية أنها تتعرف على هوية مرسل هذه الحسابات ديال التواصل الاجتماعي ويوصلوا ليه، وتكون هناك متابعة قضائية. إذا الناس خصهم يتخاو الحيطة والحذر وما يبقاوش يبارطاجيو أي خبر وصلوا عنده سهلة يشدوا ويصيفطوا لواحد المجموعة الناس، راه خصهم الناس يعرفوا بأن في رمش تعين يعني في دقيقة المكانة الخبر كيتداول على مئات الآلاف ديال الناس. إذا هذه المسألة ديال اللقاح الحمد لله حنا المغرب تنديروا الثقة في المسؤولين ديالنا بأنه ما غادي يجي شي نهار إن شاء الله، ولكن نهار غادي يدخل غير علنوا عليه بتواريخ. أما تسمع أن اللقاح راه دخل في 14 ولا في 18، هذه الأخبار راه كذبها السيد وزير الصحة، وكان نهيبوا بالمواطنين أنهم يتسنوا باش يسمعوا الأخبار من يعني من منابر الإعلامية الموثوقة، وما يبقاوش يسمعوا التخربيق اللي كيكون في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يمكننا نقوله بالنسبة للتساؤل ديالكم الأخ فؤاد. نعم، شكرا لك أستاذ يوسف الفاسي الفهري، نذكر أنك محامي بهيئة الدار البيضاء، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. بهذا مستمعينا كنوصلوا لنهاية هذه الفقرة، نتلقاو غدا إن شاء الله دائما في نفس التوقيت في نفس الإذاعة.